يا اهلا بحضراتكم مرة أخرى، لسه مكملين مع نجوم مصريين إن شاء الله يبقوا نجوم كرة القدم المصرية في المستقبل، نجوم من اللاعبين اللي بتحمل جنسيتين، من اللاعبين المصريين الموجودين في أوروبا اللي شفناهم أو كابتن وائل رياض شافهم في معسكر منتخب الشباب مؤخرا، إن شاء الله بإذن الله نتعرف عليهم أكتر ويبقوا من أهم اللعيبة المصريين اللي بيشرفونا في أوروبا. معايا دلوقتي يونس إدريس لاعب اتش بي كوج الدنماركي، منور يا يونس، أخبارك إيه؟ كله تمام؟ طيب، وأيضا مالك بخيل لاعب برونبي الدنماركي، مالك منور الدنيا، أخبارك إيه؟ كله كويس؟ كويس الحمد لله تمام. وأيضا عبد الرحمن الشحاته لاعب الغرافه القطري، عبد الرحمن منور، بنور حضرتك، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، كله كويس، تمام الحمد لله. وايضا سالم الليسي لاعب مونتكلير الامريكي، سالم اهلا بيك. اهلا بيك، شكرا، كله تمام الحمد لله، عظيم جدا. طيب يونس، هبدا بيك وقول لي عرفني عن نفسك اكتر، بدات الكوره ازاي، الفرق اللي لعبت فيها قبل ما تبقى موجود في فريقك الحالي، ومركزك ايه وعمرك ايه؟ عندما كان عمري 5 سنوات في نادي صغير في بلدتي، وبعد ذلك انتقلت حينما كان حتى كان عمري 16 عاما، وحتى الآن ألعب مع نادي الحالي، والآن ألعب مع دومكي، ألعب في مركز الظهير الأيسر وأقل بالدفاع. عمرك قد إيه؟ انا عمري 18 عاما. ملك قولي برضو نفس الامر، بدات الكوره ازاي، بدات من عمر قد ايه، وصلت لفريقك الحالي امتى، ومركزك طبعا وعمرك. انا اسمي مالك بخيت، I played in Brøndby. انا العب مع برونبي في الدنمارك. كنت العب قبل ذلك في نادي صغير في حيث كنت اعيش حينما كان عمري 9 سنوات، ومنذ حينها ألعب مع برونبي. نعم. أنا ألعب في مركز الظهير الأيسر والظهير الأيمن وفي منتصف الملعب. بتلعب في كل حتة يعني، أحمد فتحي. كل حتة. أحمد فتحي. I play everywhere. عارف أحمد فتحي؟ تعرف أحمد فتحي؟ أعرف. طبعًا. طبعًا. أحمد فتحي بيلعب في كل مكان. طيب. أنت عندك كم سنة؟ 18 برضه. طيب. عبد الرحمن، بدأت الكرة ازاي وبدأت امتى، وصلت لحد ما وصلت للغرفة القطري امتى، وبتلعب في مركز ايه، وعمرك قد ايه؟ بدأت ألعب من البراعم في نادي الدهيل لحد ما بتلعب في المركز الاول، ظهير يمين وظهير يسار، رايت باك، ظهير ايمن وظهير ايسر. ايوه، يعني لعيب قوي جد وسريع. صح، ان شاء الله يعني هتعلي صوتك كمان. اكيد اكيد في الملعب بتزعق جامد. ايوه، تبقى هادي كده. ايوه. طيب اتفضل. لعبت من براعم في نادي الدهيل لحد ما وصلت لحد 18 سنه، والموسم في بدايه الموسم اللي فات ده رحت انتقلت للغرافه. انت عندك دلوقتي 18 سنه؟ 18 سنه. عظيم جدا. طيب سالم، نفس الامر، احكي لي المشوار. بدأت الكرة وأنا ممكن 7 8، لعبت في فرقة في المنطقة بتاعتي، وربنا كرمني ولعبت حلو، ورحت مع نادي في أمريكا اسمه نيويورك سيتي اف سي في الأول ديفيجن، هما شغالين مع مانشستر سيتي. رحت انجلترا قعدت هناك شوية لعبت، وبعدين رجعت تاني عشان ألعب في الجامعة، وإن شاء الله ألعب في الأول ديفيجن في أمريكا. هايل. تلعب مركزك إيه؟ فورورد والوينج، مهاجم وجناح. وبتلعب انت عندك كام سنه دلوقتي؟ 18 برضه. عظيم جدا. طيب يونس، ازاي حصل التواصل بينك وبين منتخب مصر؟ انا كان لدي الكثير من الاتصالات مع مستر وائل، تواصل معي ثم اعطاني هذه الفرصه ان اتي الى مصر وان التحق بالمنتخب المصري. نفس الامر، ازاي حصل التواصل بينك وبين منتخب مصر؟ انا كنت بكلم مع كابتن وائل، هو قال لي تعال هنا بقى عشان كابتن وائل رياض عايز يشوفك. اتكلم على زميلنا الصحفي وائل ترك، كنت بتكلم مع وائل ترك، وبعد كده قال لك تعال عشان كابتن وائل رياض عايز يشوفك. تمام. انا جيت هنا بقى وعشت المعسكر. طيب نفس القصه عبد الرحمن، مين تواصل معاك؟ كابتن وائل ترك. كلمني. انا مالك، كلمني، لازم تبقى كويس جدا على ما تنزل تلعب. اكيد.
تواصل معي وقال لي ان منتخب مصر استدعاك المعسكر القادم وبس ورحت. طيب سالم احكي لي شويه في اجواء المعسكر كانت عامله ازاي، فكره الدعم اللي خدتوه من الكابتن وائل رياض، حسيتوا ان انتوا ممكن يبقى عندكم فرصه المنتخب مع منتخب مصر في المستقبل؟ في المعسكر كابتن وائل كان حلو قوي معانا، يعني تحس اللي هو ايه عنده قلب لينا وعارف احنا مصريين وعايز يدينا فرصه مع المنتخب. حيل. وعمل معسكر عشان يشوف كلنا و يعني كانت حاجه حلوه اللي هو عملها وشغال معاه كان حلو قوي، يعني كان لعيب كبير قوي وعنده كذا اكسبيرينس وكانت حلوه لينا في المعسكر ده. عظيم. طيب يونس، حسيت انه كابتن وائل رياض او الجهاز الفني المنتخب الشباب متحمسين ليكم، حاسين ان هم ان انتوا هيبقوا ليكم دور مع المنتخب في المستقبل؟ نعم. أنا تحدثت كثيرا مع المدير الفني والمدرب المساعد. نعم. لدينا تحدثت معهم كثيرا وكان لدينا مهام جيدة في أرضية الملعب وكانت هذه فرصة ويوجد تواصل جيد بيننا وبين الجهاز الفني. نعم كانت فرصة جيدة.